وحيدا في المنزل، غربة الأطفال في المنازل الأمريكية، خروج الأبوين للعمل. ماري إبرستاد، هوم ألون، أمريكا. يمكن أن يكون السؤال المحرر أكثر من غيره في أمريكا، ما الذي تعنيه الأعداد غير المسبوقة من الآباء والأمهات الغائبين للأطفال؟ لماذا هذه الأرقام القياسية من الأطفال والمراهقين الذين نشوف حصول الآن بأنهم مصابون بمشكلة نفسية من جميع الأنواع؟ الاضطرابات السلوكية، الاكتئاب أنواع القلق، اضطراب العجز عن الانتباه. لماذا ملايين من الأطفال والذين يزيد عددهم كل يوم يتناولون العقاقير أخرى من أجل مشكلات سلوكية؟ وهذا الاتجاه يعتقد الجميع في الحقيقة أنه ذهب بعيدا، ولكن يبدو أن لا أحد قادر على إيقافه. لماذا وصلت سنة الأطفال إلى مستويات لم ترى من قبل في تاريخنا؟ تقدم إبرستاد معطيات متماسكة تبرهن أن غياب الوالدين هو المشترك لكثير من الأمراض الحديثة، وبينها السمنة والأمراض والمشكلات السلوكية مثل اضطراب العجز عن الانتباه واستخدام المدوات العقلية حتى مع الأطفال الصغار. وتعتمد المؤلفة على مصادر واسعة من الأدبيات العلمية الطبية والخاصة بالعلم الاجتماعي وثقافة أحداث الشعبية كي تعيد طرح المسألة الممنوعة حول مدى حاجة الأطفال إلى أبائهم وخاصة إلى أمهاتهم. مثير للجدل في أمريكا، حيث كثير من الراشدين يحصلون على ما يريدون ويحتاجون إليه أكثر مما يحصلون على ما هو الأفضل لأطفالهم. تستحق ماري إبرستاد أن ننزع قبعاتنا احتراما لها، فهي تقول ما هناك حاجة مسألة قوية. برنارد جولدنبرغ، مؤلف المحاباة والغرور. أن كتاب وحيدا في المنزل هو أحد أهم الكتب التي نشرت منذ وقت طويل، فقد أعلنت ماري إبرستاد بجسارة للجميع كي يسمعوا أن ما يحتاج إليه الأطفال في الحقيقة هو شيء بسيط جدا، رغم أنه من الصعب أن يتحقق في هذه الأيام. انتباه أمهاتي بالكامل، برافو. ميتش دكتر، مؤلف رمسفيلد وحكاية الأعجاز. ماري تيديسكي إبرستاد تعمل في منزل كباحث في مؤسسة هوفر التابعة لجامعة ستانفورد، وهي تعمل كمستشارة تحرير في مجلة بوليسي ريفيو، وقد نشرت مقالات ومراجعات كتب في ويكلي ستاندرد، وول ستريت جورنال، وكومنتري، ولها وهي وزوجها الكاتب نيكولاس ناش إبرستاد أربعة أطفال يعيشون في واشنطن العاصمة. موضوع الكتاب الأطفال رعاية. شوفي بالمحتويات بعد المقدمة. المشكلة الرئيسية للرعاية النهارية، مشكلة الطفل الضخمة، لماذا ديكوجين سمينان، كارثة الصحة الذهنية، العقاقير العجائبية والمعايير المزدوجة، عودي أوزي وهاريت، الصرخة البدائية لموسيقى المراهقين، أضرار جنس المراهقين المسؤول، المدارس الداخلية الخصوصية، الحب الفظ أو تكليف الآخرين بالعمل الجوهري، خاتمة من وراء لعبة اللوم. حسنا، ماذا عنها؟ أي حاجة حقيقية يمتلك الطفل في الخامسة إزاء أمه أو المنزل؟ أي حاجة يمتلك الطفل في الثالثة؟ الطفل بين الذراعين. قدم الملك لير جوابا شهيرا على سلك هذه، لا تفكر بالحاجة. ما يصل إليه التكريس الأيديولوجي للرعاية النهارية في النهاية هو هدف حسب، التفكير بالحاجة، محاولة حازمة لإغلاق ما سيكون دوما للأطفال الصغار، دائرة بمدارات عديدة ولكن ليس لها سوى مركز واحد. كتاب وحيد في المنزل لماري إبرستاد.